صباح الخير أعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا، يا مرحبا بكم في برنامجكم استوديو الضفرة بفترة الصباحية، وإن شاء الله يكون يوم خالي من الضغوطات والسلبيات ومليء بالإيجابية، لأنها من أكثر العوامل اللي تأثر على صحتنا وحتى على شعرنا. ونبدأ بالعناوين. تساقط الشعر، ما هي أسبابه وكيف يمكن علاجه؟ كيف تكون إيجابي مهما كانت الضغوط والطاقات السلبية المحيطة بك كبيرة؟ ما هي مجموعة القطع الأساسية الواجب توافرها عند كل سيدة؟ مشكلة تساقط الشعر التي قد تصل إلى مرحلة الصلع لها أبعاد قد تؤثر على الصحة النفسية للشخص المصاب، وعلى مر العصور تم تجربة خلطات ومواد مختلفة لمحاولة إيقاف عملية تساقط الشعر ولكن دون جدوى، إلى أن اجتمع فريق من الباحثين من مختلف الدول في أحد المختبرات البحثية الخاصة في ألمانيا، واستطاعوا فصل بصيلات الشعر من عينات من فروة رأس بشرية واستنبتوها في المختبر، وتبين من خلال الدراسة أن عطر خشب الصندل يطيل فترة نمو الشعر من خلال تقليل موت الخلايا الكيراتينية الموجودة في بصيلات الشعر وتحفيز إنتاج عامل النمو في الطبقة الخارجية للبصيلات، والدراسات ما زالت مستمرة لإيجاد العلاج الأمثل لهذه الحالة. وبينما نحن في الانتظار لازم نكون على دراية بأهم العوامل اللي ممكن تأثر على صحة الشعر. خلونا نتابع التقرير التالي. للحديث أكثر عن العوامل المؤثرة على صحة الشعر يسعدنا أن نرحب مجددا بالأستاذ محمد شخيص، أخصائي العناية بالشعر. حياك الله ويانا أستاذ محمد. أهلا وسهلا، شرفنا مجددا غيبة طويلة. شكرا لك. شكرا، أكيد إلي الشرف بوجودي معكم. ونحن لنا الشرف بعد. وخبرنا أستاذ محمد، بداية هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على صحة الشعر، منها النفسي، منها أحوال الطقس، منها نوع المنتوجات اللي نستخدمها للشعر. خبرنا بداية شو العوامل النفسية اللي ممكن تأثر على صحة الشعر. هلا في عدة أسباب بتأثر على صحة الشعر، من أهم هي الأسباب هو بيكون في ناس بتعمل مثل دايت أو بتعمل رجيم ما بتنتبه على هذا الشيء، بيصير عندهم نقص بالغذاء فيؤدي إلى تساقط الشعر. وبعد في أسباب ثانية مثل عوامل جوية، في عندك أسباب استخدام مستحضرات التجميل، السيشوار والصبغة والتلوين بشكل خاطئ، واستخدام مستحضرات تمليس الشعر أو العكس تماما. ماذا عن الشعر؟ يعني هنالك الكثير من الأشخاص اللي عندهم لربما ليس لديهم معلومات كافية عن ما هو الشعر، ممكن تخبرنا أكثر عن كيان ومكونات الشعر نفسها؟ تمام. كثير نحن مثل المعترف عليه، يعني نحن بنشوف الشعرة بالشكل الخارجي، فالشعرة مش مثل اللي بنشوفها نحن فقط، فبتتكون من عدة عناصر،
ونحن راح نحكي بالعكس تماما، نبلش من العنصر الاول نهايه بالعنصر اللي بنشوفه نحن. الشعر بشكل عام في يتكون من العنصر الاول والمهم والاساسي، وهو بيكون بصيله الشعر اللي بتتكون قبل مرحله الولاده طبعا. والعنصر اللي بعده تماما بيكون هو في من بصيله الشعر. العنصر الثاني بيطلع هو نخاع الشعر. هذا النخاع عباره عن الياف بناءه للشعره تماما، وفي عندنا بجانب هذا النخاع بيكون في غده دهنيه مسؤوله عن افرازات السوائل والزيوت للشعره. فلحنا وصلنا تقريبا لعند فروه الراس اللي بنشوفه لحنا، هن العنصرين الاخيرين هو ساق الشعره والقشره اللي حول الساق، فهي اللي بتدل على كفاءه ونوعيه وجمال الشعره تماما. هي اهم العناصر. من اللي فهمناه منك استاذ محمد ان كل هذه العوامل تؤثر، يعني طبعا. اللي نحن من نظام غذائي ممكن يؤثر على الشعر، ومن ثم الطقس نعم يؤثر على الشعر وما الى اخره، فكيف نحن ممكن نحمي هذه الشعره؟ كيف ممكن نغذيها بطريقه صحيحه؟ تمام. هلا بالنسبه لنحكي اول شيء، اي خلل بهيدي العوامل، يعني بهيدي العناصر عفوا، بيؤدي الى تساقط الشعر اذا ما تعالج او تم اللحاق به. طيب بالنسبه للعوامل الثانيه هي تقلبات الجو المناخيه، هو خاصه فصل الشتاء، هذا الفصل بيتعرض للشعر لتقلبات سريعه من خلال التدفئه الجافه داخل المنزل والجو البارد اللي بيكون خارج المنزل، بيؤدي الى تقلص حجم الشعره بالاضافه الى تهيجات بفروه الراس. اذا الاي سي او المكيفات الهوائيه تؤثر على الشعر؟ طبعا تقريبا كمان نفس الشيء. فنحن كيف بنحاول نساعد الشعر بهي القصه؟ بنساعده من خلال دعمه بالمستحضرات البرو فيتامين والماسكات المنزليه لحتى نساعده على التغلب على العوامل الجويه وخاصه تقلب الفصول. ولكن أستاذ محمد هناك الكثير من المنتوجات التي تربك المستهلك، يعني أيها يختار، هناك الكريمات والبلسم، ومن ثم هناك من يقول أن هذه المنتوجات ليست صحية للشعر، وهناك من يقول أن المشكلة هي في الماء الذي نستخدمه لغسل الشعر وما إلى آخره، وأيضا هناك المستحضرات الطبيعية من مواد طبيعية، فشو هي المنتجات المناسبة والملائمة للشعر؟ هلا بشكل عام مستحضرات التجميل كلياتنا مثل ما بنعرف هو بيعطي لمسه حلوه للشعر، ما فينا نقول غير هيك، بس نحن لازم نحكي واقع مستحضرات التجميل. هلا بشكل عام تلوين وصبغ الشعر او استخدام الجيل ومثبت الشعر واستخدام تغيير طعجه الشعر من السابل للطعجه او بالعكس، وعدم استخدام السشوار بشكل صح، لازم يبتعد طبعا سنتي او سنتيين عن جذر الشعره. اكيد هذا مش بس بياثر على الشعره بحد ذاته، بس بياثر كمان بعد على بصيله الشعره بشكل مباشر. لنتحدث بدايه عن الاساسيات، يعني تمام. مثلا الشامبو والبلسم، تمام، شو هي الانواع؟ او هنالك الكثير من الانواع المختلفه تحتوي على مواد مختلفه، تمام، شو المواد الموجوده في الشامبو او البلسم اللي ممكن تاذي الشعر ونبتعد عنها؟ تمام، اول شيء كل شخص بده يستخدم نوع شامبو لازم يعرف نوعيه شعره، هل بشرته جافة، هل بشرته دهنية أم مختلطة؟ نعم. فمن خلال هي المعرفة بيقدر الشخص نفسه يتجه لنوعية الشامبو اللي لازم يستخدمها أو نوعية البلسم. هي أول شغلة. الشغلة الثانية لازم نبتعد عن الشامبو والبلسم اللي بيكون مصنع من مادة الأملاح أو المواد الكيميائية، ونستبدلها بشامبو يكون أورجانيك مصنع مستخلص من الأعشاب الطبيعية. طبعا هذا بيكون التوب والأفضل للشخص. نعم. الآن تحدثنا عن الشامبو والبلسم، ماذا عن المواد الطبيعية التي تساعد وتقوي من الشعر؟ تماما. هلا بالنسبة للمواد الطبيعية ممكن لحنا نساعد الشعر بالغذاء اللي ناخده كل يوم مثل أي شخص بيتناول الغذاء. هي المكونات الغذائية، المكونات الغذائية هي الحديد الشعر. بيكون موجود أكثر شيء بالخضروات الخضراء. نعم. وفي عندنا ثاني شيء في الأوميجا 3. نعم. بيكون موجود بالأسماك، بيكون موجود يعني بالجوز وهالقصص هي. نعم. في عندنا كمان الفيتامين إي، هذا الفيتامين إي موجود بالفواكه، وفينا ناخده مثل تابلت يعني.
التراب. نعم حبوب. حبوب يعني. نعم. بالضبط. الآن تحدثنا عن الغذاء، ولكن أيضا لنتحدث عن ما نضعه على شعرنا من مواد طبيعية. يعني هنالك من يضع الصبار، يعني نشوف أنه يطحنون الصبار تمام. نفسه ويستخدمونه كبديل للشامبو، وهنالك من يستخدم مواد أخرى كالثوم وما إلى آخره. والزبدة، حتى سمعنا عن الزبدة. صح صح. البيض، حبة البركة المطحونة. أكيد. فشو هالمواد الطبيعية؟ هل هي فقط يعني إشاعات، أم أنها في الحقيقة تساعد الشعر؟ لا بالعكس تماما، هي ليست إشاعات، أكيد هي بتساعد الشعر، بس إذا كان الشعر يعني مثل ما بيقولوا أن التلف فيه بسيط فممكن تساعده، بس لما بيكون التلف قوي كثير أو شديد فلازم يتساعد بشيء ثاني مع مثل يعني مستحضرات العناية بالشعر، ماسكات البروفيتامين، حبوب حديد. نعم. حبوب فيتامينات. إذا أتلف الشعر هنالك أمل في علاجه. طبعا الشعر موجود الأمل، طول ما البصلة موجودة في الرأس فهناك أمل في علاج الشعر، ما في أي مشكلة. ماذا إن تساقط الشعر؟ أيوة. متى يتحول مشكلة تساقط الشعر إلى مشكلة صلع؟ تمام تمام. هلا مشكلة التساقط الشعر بشكل عام يعني عدد بصيلات فروة الرأس تتراوح بين 100 إلى 150 ألف بصيلة في فروة الرأس. طبعا تساقط 10% من البصيلات أكيد يعني ما يقارب ال 100 او ال 150 شعره باليوم، هذا امر جدا طبيعي وما نعم. لازم نخاف ابدا ولا نعطيه اهميه، يعني هذا شيء طبيعي ممكن نلاقي على بقايا على المخده مثلا من العملية بعض الشعر اكيد، بس ما نخاف. اما اذا لوحظ تساقط شعر بشكل غير طبيعي اكيد ببين فراغات. كيف بنعرف؟ بنعرف اني ببين فراغات واضحه بالشعر. نعم. واضحة وبيبين تساقط شعر بشكل كثيف، فهون لازم نحن نلحق نعالج الشعر إذا طبعاً ما كان العمل وراثي. كيف ممكن نعالج هذه الحالات؟ طبعاً توجه طبيب مختص. نعم. إذا كان الحالة صعبة جداً، أما إذا كانت حالة عادية يعني ممكن تكون ضغوط نفسية، ممكن مثل ما قلت لك نقص الوزن، يعني بنعرف الستات هالايام بتحب الرشاقة وبتعمل دايت وهي القصص، فهي بتعمل نقص حاد بالفيتامينات وبروتينات الكرياتين في الشعر. نعم. فهذا السبب لازم ننتبه عليه اكيد. نعم. ممكن تعطينا استاذ محمد عن تطبيقات عمليه بسيطه، خطوات ممكن للسيد السيده والرجل ان يستخدموها بطريقه يوميه؟ يعني هل نغسل شعرنا بشكل تمام. يومي؟ شو المنتجات اللي نستخدمها؟ شو الاشياء اللي نبعد عنها؟ حلو كثير، رح اعطيكي كم نصيحه سريعه. أكيد. ان شاء الله. هلا بالنسبه بنصح اول شيء نستخدم الشامبو الصح والبلسم الصح والمستخلص من الاعشاب الطبيعيه، هي بالنصيحه الاولى. الشيء الثاني اللي احنا بوجه لكل الامهات يعني اللي بيربطوا شعر الاولاد بشكل زي الحصان بشكل قوي وضفيره بشكل قوي، تجنب هذه العاده لاني ممكن تعمل صلع بمقدمه الراس. الشيء الثالث واللي بدنا نحكي فيه اللي هو قص الشعر كل 6 شهور. هلا الشعره بشكل عام بتطول من سنتي لسنتي وشوي يعني كل شهر، فكل 6 شهور اكيد ما نو غلط لحنا نقص 2 سنتي من الشعر لحتى نتجنب تقصف نهايه الشعر او تلف الشعر. الشغله الرابعه اللي هي اهم شغله تسريح الشعر، تسريح الشعر بشكل خاطئ اكيد لما تطلع الست من الحمام بيكون الشعر شوي متشابك، فممكن تسرحه من بلش من الجذور الى الاطراف، هذا شيء غلط لازم يتسرح من الاطراف بشكل تدريجي. نعم. لتجنب تقطيع الشعر المتشابك. والنصيحه الاخيره اللي بنقولها ان شاء الله هي اعطاء الشعر قسط من الراحه اليوميه. كيف بنعطي الشعر قسط راحه؟ بنزيل عن بالغسيل طبعا بماء فاتر وليس حار، يعني ولا دافئ، يكون فاتر مايل قريب للبارد اكثر، ومع عمل مساج لفروه الراس لتحريك الدوره الدمويه. بالاضافه يعني لما نرجع على البيت نحاول نغسل بقايا الجيل او المستحضرات التجميل او مستحضرات العنايه بالشعر، ونترك الشعر على طبيعته الطبيعيه، يعني كل انسان
الشعر بيكون في ناس لتحت هيك خلقة يعني، وبيكون في شيء على جنب كل شخص صحيح. فنتركه على راحته مثل ما بيقولوا. نصائح مفيدة وجميلة جدا. شكرا أستاذ محمد على تواجدك ويانا. أشكركم كثير، أنا تواجدي معكم يعني إن شاء الله على طول دائم بإذن أكيد الله. أكيد، وإن شاء الله بنشوفك في حلقات قادمة. أشكرك أشكرك. مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. كيف تكون إيجابي مهما كانت الضغوط والطاقات السلبية المحيطة بك كبيرة؟ ما هي مجموعة القطع الأساسية الواجب توفرها عند كل سيدة؟ نمر خلال اليوم من طلوع شمسه وحتى غيابها بالكثير من المتغيرات والظروف، ونقابل العديد من الأشخاص، وقد نعمل في بيئات متنوعة ومختلفة، وبالتالي يتأثر مزاجنا ونفسيتنا بعوامل عديدة، منها الإيجابي ومنها السلبي. ولكن كيف ممكن نتحكم في هذه العوامل ونخليها تأثر علينا بسلبية، وكيف تكون إيجابي دائما؟ سؤال دارت به كاميراتنا وعادت لنا بهذه الآراء، فلنتابع. الإيجابي أنه يكون إنسان دائماً يعني صادق مع الناس، طموح، بيكون دائماً عن معنوياته عالية، هاي هي صراحة. يعني الواحد لازم إيجابية، لازم يخترقها من إنسان، من حياته، من الحياة اللي بنعيشها، من الظروف إحنا اللي بنشوفها. أكيد لازم الواحد يكون إيجابي، لأن ما دام الواحد بصحته تمام فالواحد أكيد الحمد لله لازم إيجابي. يعني والله هو من مؤكد الإيجابية في شيء يعني في شيء جيد عند الإنسان، وتعتمد على كثير متغيرات، من ضمنها نظرة الإنسان للحياة وكيف هو أصلا فاهم الحياة. والإيجابية هي أعتقد أنه هي تعتبر يعني كدفع معنوي للإنسان حتى يواصل النجاح ويرتقي سلم النجاح. على العكس من ذلك، أنك بعض الناس سلبيين كثيرين، ينظرون للحياة من جانب سلبي وتحسيهم انطوائيين، نظرتهم للحياة كلش نظرة بائسة. حسب يعني الإيجابية بتختلف من شخص لشخص طبعا، يعني أنك تكوني إيجابية المفروض تكوني يعني بتحبي العالم، بتحبي اللي حواليك، بتعرفي كيف تبسطي حالك، تسعدي حالك، يعني ما تحطي الزعل على قلبك ابدا. مفهوم الايجابيه معي انه انا انظر للجانب الجيد في كل حاجه بتحصل حتى لو هي سيئه. سعيد ويكون ايجابي سعيد، اهم حاجه الرضا، يعني تكون راضي بما باي حاجه، في عملك، في حياتك الزوجيه، في اي حاجه تكون راضي، تكون عندك رضا، هي دي السعاده عموما. يعني تكون راضي باي حاجه، لان في العادي اختلف الدنيا بتتغير، يعني اليوم سعيد اليوم حزين، فده حال الدنيا، فالمفروض يكون عندك رضا وقناعه باي حاجه. إذا مشاهدينا، كيف نكون إيجابيين في بيئة سلبية؟ للإجابة عن هذا السؤال وغيره نستضيف سوسن أسبيتة، مدربة مهارات الحياة. حياة الله ويانا أستاذة سوسن مجددا، وصباح الخير. صباح الورد، يا هلا. إن شاء الله تكون فقرة مليئة بالإيجابية إن شاء الله يا رب. وسبت نكون إيجابيين لازم نعرف كيف نكون إيجابيين، ولكن بداية لازم نعرف كيف الشخص ممكن يحدد حالته. يعني إذا هو محاط بالسلبية وهو كان سلبي، فهل هذا الشيء طبيعي؟ بالتأكيد السلبية مش طبيعية. ليه مش طبيعية؟ لأنه الإيجابية طاقة. نعم. هي طاقة تمنح الشخص القدرة على مواصلة العمل، على الاستمرارية بالحياة، فبنحتاج هاي الطاقة. هي دافع، هي شغف بيكون من داخل الإنسان لتحقيق أهدافه بالحياة وأحلامه، احتياجات عائلته، احتياجاته هو. فالإيجابية بما أنها طاقة، فالسلبية هي بقدر أقولك بتقلل من طاقة الإنسان، تقلل وتهد شوي من طاقته، من حيله، من قدرته على العطاء والاستمرارية بالحياة. فالكثير من أسباب السلبية بيؤدي للأسف إلى الاكتئاب، إلى الكسل، النظرة السوداوية للحياة، بيجد بكل شيء نقطة سلبية بركز عليها.
ولكن هل يختلف السلبي اللي محيطه والعوامل اللي حوله سلبية وسيئة، ومن ثم السلبي اللي محيطه إيجابي ولكن هو سلبي؟ أكيد في كتير سلبيين لأنه محيطهم سلبي، طلع من عائلة سلبية، طلع من تربية نوعا ما قاسية في وقت كان قاسي على العائلة، لأنه الإنسان مش خيار إنه يكون سلبي، مش بإيده يكون سلبي. وهذا النقطة اللي كتير بحب أنا أأكد عليها، السلبي إنسان عاش موقف صعب، عاش حياة صعبة، صار عنده خبرة سيئة، فقد بعض الإيمان بالحياة، فقد إيمانه وثقته ببعض الأشخاص، فخلى نظرته سوداوية. ففي كتير بيطلعوا من بيئة، هي البيئة بتبني إنسان سلبي. نعم. من كتر ما سمعانه، من احتياجاتهم الصعبة، عدم توفر العلم أو المادة أو حتى الأفكار الرائعة المغذية التفاؤلية بحياتهم. بعكس الإنسان اللي بيكون سلبي في محيط إيجابي. نعم. عادة الإيجابية معدية، فرح تطغى عليه، فما رح يأثر عليها، لأنه أني أنا أكون إيجابية هذا قرار، هذا قرار أنا باخده، مش أنه والله لا الظروف، ما بخلي الظروف تأثر علي، لأنه مثل ما قلت قرار. أنا بس أطلع الصبح على الدوام أنا مقررة أنه اليوم سعيد، أنا صحيت الصبح يومي سعيد، فهو قرار. لما الإنسان بيقول لي أنا سلبي، بقول له ليش سلبي؟ مرقت علي ظروف، شو هي الظروف؟ متى قررت إنه هذه الظروف ممتدة ولن تتغير؟ نعم. متى قررت؟ لأنه دائما بتكون السلبية بقرار. نعم. الشخص بقرر إنه من الآن فصاعد حياتي سيئة. إذن هي قرار بالصبت، وليس يعني مكون أو تركيب في شخصية الإنسان. لا هي قرار. نعم. لأنه إحنا ما بنقدر نغير البيئة، أوقات ما بنقدر نغير المحيط. صار إعصار في دولة مجاورة، هل بيقدروا يغيروها؟ هل معناته الإنسان سلبي؟ لا، بس نظرتنا التفاؤلية والإيجابية كيف نتصرف بشيء رائع وجيد بخلي الأشخاص تختلف. واحد بتلاقيه بموت من فكرة سلبية، ليه؟ لأن الأفكار السلبية بتؤدي إلى ارتفاع هرمون القلق الأدرينالين والكورتيزول. ارتفاع هذه الهرمونات بقلل المناعة، وهذا الشيء بيؤدي فعلا إلى الأمراض. نعم. وهذا علم حديث حاليا، إنه ليش الإنسان إذا كان الدكتور معايا سلبي، تخيلي أنت بمستشفى بعيد الشر، أو أنا رايحة أراجع الدكتور والدكتور قال لي حالتك جدا صعبة، صعب علاجها. الدكتور إذا كان سلبي للأسف رح يخليني أمرض زيادة. ولكن هنالك فرق بين السلبية والواقعية. بالضبط بالضبط. وهون حابة أستخدم الكاس صراحة إذا ما عندك مشكلة. خبرينا أستاذة سوسن. كتير إحنا بنسمع عن كأس الماء والنظر إلى الجانب الممتلئ. أنا بحكي نظرية مختلفة شوي، أو رأيي كواقعية إيجابية واقعية مثل ما حضرتك تفضلتي، إنه في جانب ناقص. أوقات بيكون زوجك كله إيجابيات لكن في عيب واحد للأسف مدمر لكل إيجابياته. أوقات نقول السيارة، أنا بشتري سيارة والسيارة الماكينة تبعتها سيئة، ماكينتها بتحمى بسرعة، بتخرب بسرعة، والسيارة جديدة، السيارة عينوا كل مواصفاتها بشكل حديث، إيجابياتها رائعة، لكن لم يعالجوا الماكينة، هل رح يرفع من قيمتها؟ نسبتها إذا طالع مثلا الكاس نسبة يعني الفراغ أقل، قليل. فكيف ممكن تأثر على أوقات كل هالملا؟ قليل لكن مدمر. إنسان بيكون رائع بتعامله مثلا بالبيت مع أسرته لكن فقط بخيل. نعم. ولكن كيف نطبق هالشيء على الثيري أو ممتاز. الكأس؟ لما أنا بقول دائما أنظر إلى الجانب الممتلئ بالكأس، أنا بقول لك لا، لا تنظر إلى الجانب الممتلئ. نعم. بالكأس، أوكي هذا شو فيه، وقولي الحمد لله رائع، عندي من القدرة، ما أنا جمعت من القدرة اللي يخليني
أقدر على أشتغل على الجانب الناقص من الكأس. إذا أنا عندي كل هذا الجانب الممتلئ بيعطيني طاقة، طاقة لأملأ الكأس. ملء الكأس هو اللي الناس كتير للأسف تتغاضى بالنظر عنه. ملء الكأس هو تحويل نقاط ضعفي إلى نقاط قوة. كل إنسان في SWOT analysis، وهو تحليل نقاط القوة والضعف والتهديد. نعم. والظروف المناسبة، opportunities، الفرص المناسبة. إحنا بنحدد فقط بنقاط قوة ونقاط ضعف. خلينا نمسك نقاط الضعف. أنا نقطة ضعف في عصبية مثلاً. أوكي، ليش عصبية؟ شو الأسباب اللي بتخليني أنا أضرب زر العصبية وأصير عصبي؟ خليني أشوف شو هي هاي الأشياء اللي تريجرز، اللي مثلاً صرخ الطفل أو تحفز زي ما أنت بتقولي العصبية بداخلي، خليني أتجنبها، خليني أنظر لها بشكل آخر. صرخ طفلي بالبيت أكيد محتاج اهتمام، خليني أشوفها بشكل أنه الحمد لله. إذن السلبية هي عارض وليست السبب أو المشكلة الرئيسية. هناك أشياء تؤثر طبعاً. ولكن تحدثنا عن الطاقة الإيجابية وكأنها تنبع من الداخل، فماذا عن هذا الكأس الذي يعني نشرب كل هالماء ومن ثم لا نأخذ من العطاء، لا يمتلئ الكأس، يعني يتم يفضى إلى أن نصل إلى حد الانفجار لربما أو الاكتئاب وما إلى آخره. هذا اللي بصير. كيف نستمد هذه الطاقة الإيجابية من داخلنا إن لم تتواجد في المحيط اللي حولنا؟ هي يجب أن تبدأ من داخلنا. كل شيء بيبدأ كيف؟ من الداخل. كيف؟ السعادة بتبدأ من الداخل. كيف؟ بشكل بسيط جدا، التعمق بآيات الله وكلام الله. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فأنا مطلوب مني حسن الظن، أنا مطلوب مني شيء في المستقبل مو بإيدي، ليش أقلق عليه؟ معناته أنا ما عندي ثقة بالله. إذا أنا عندي ثقة بالله سبحانه وتعالى معناته أنا أثق إنه يكون المستقبل بيد الله. بس مو معناته إني أنا ما أسعى، لا، أنا بسعى بشكل إيجابي يومي. نعم. وبخلي المتبقي على الله يبارك لي في يومي. نعم. غير هيك لما أنا بقول أستودع الله، أنا بستودع الله يومي، أنا بستودع الله لقائي معك، بستودع الله أبنائي، بستودع الله مستقبلي، بستودع الله صحتي. غير هيك إن مع العسر يسر. إذا ممكن نقول الطاقة الإيجابية ممكن أنها تنبع من نوع من الرضا طبعاً الداخلي والقناعة من داخلنا، من تربيتنا. نعم. الإيجابية، من ديننا الإيجابي، دين التفاؤل والأخلاق. ماذا عن الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية؟ هنالك عدوى في الطاقة السلبية والإيجابية. صح. من الأقوى؟ أنا برأيي الأقوى الإيجابية. ليه؟ لأنه الإيجابية ما بتحس إنك أنت عم تنعدي، فقط بتنتبهي يمكن بعدين. يعني لو إذا أنا قعدت مع صديقة إيجابية بوقت القعدة أنا ما بنتبه، بس بعد ما أنا يعني أروح للبيت بحس إنه يومي كان رائع، يومي كان سعيد، استمتعت بالقعدة معها، استمتعت بالتواصل الرائع، بحس صار عندي طاقة، شعر بشيء من التفاؤل وأشعر إني أنا جميلة. نعم. بهذا اللقاء. أما مع الشخص السلبي فأنت قاعدة معه تبدأ تحسي إنه ملامح وجهك تبدأ تتغير، تشعري بالذبول، تشعري إنه في طاقة قاعد هو بيسحبها مني. وعدوى طاقة الإيجابية أيضا وصلت لنا، ومستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. ما هي مجموعة القطع الأساسية الواجب توافرها عند كل سيدة؟ خطوط
خطوط الموضة في تغير مستمر وسريع من موسم إلى آخر، لكن يوجد مجموعة من القطع الأساسية والبسيطة لابد أن تتوفر في خزانة كل سيدة، بغض النظر عن الألوان أو الموديلات التي تكون دارجة حسب الموسم. اليوم الستايلست الجميلة ياسمين يسري موجودة معنا في الاستوديو، جهزت لنا سلكشن من هذه القطع البسيطة واللي هي في متناول الجميع. صباح الخير ياسمين. صباح النور، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله، ودوم تنورينا بهذه الألوان الجميلة. ربنا يخليكي، مرسي جدا. مرسي. شكرا لك على تواجدك ويانا اليوم. خبرينا ياسمين، ما هي هذه القطع؟ طبعا احنا كلنا من الستات عامة بتبقى محتارة تلبس ايه وما تلبسش ايه، والدولاب عندي ما فيهوش أي حاجة، بس في قطع لازم هي تبقى موجودة، 12 قطع أساسية لازم تبقى موجودة في أي دولاب سيدة. نعم. اللي هم البيزكس أو اللي هو اللي ممكن تغير بيها شكلها بكذا طريقة. نعم. هبتدي بالوايت شيرتس. وانا بقول 12 قطعة ديت، 12 قطعة ديت ممكن تستثمر في مثلا 3 4 قطع فيهم، تستثمر فيها، تحط يعني انفست فيها فلوس كويس. فالوايت شيرت من القطع الاساسيه اللي ممكن تلبسيها على جينز، تلبسيها على بنطلونات فورمال، ممكن برضو بالليل تحطي عليها ستيتمنت اكسسوري يبقى شكلك رائع لخروجه بالليل، يعني ممكن تلعبي وانت نفس اللي هي البلوزه البيضاء او الشيرت البيضاء. اسعارها بتتراوح، يعني في ناس ممكن تشتري مثلا من بيوت ازياء كبيره زي مثلا كارل لاجرفيلد او شانيل او جوتشي، والاسعار ممكن تبقى مثلا 500-600 دولار. في ممكن اللي هي العادي زي اتش اند ام وزارة تلاقي الاسعار عاديه. ده بقى في القطعه الثانيه النيوترال بليزر، ده قطعه اساسيه لاي امراه عامله او حتى لو اللي هي بتحب ان هي يبقى شكلها مثلا فورمال شويه. من الالوان اللي هي النيوترال الحياديه اللي هو ممكن بيج، ممكن الابيض، ممكن اسود. برضو في ناس يعني انا بشوف برضو كان انفست برضو في قطعه البليزر من الحاجات اللي هي الاساسيه تكون وتلبس. نود يعني اللون بيج مثلا، مو باسود. لانه في الغالب بنشوف اسود، بيبقى بيج او ابيض اللون. نعم. الحيادي. نعم. اللون الحيادي ويلي برضو طبعا على جينز، يلي على بنطلونات الفورمال. فانا بشوف ان قطعه اساسيه للمراه العامله يكون اوفر سايزد ولا على القياس، على حسب هي عايزه ايه. طبعا انزين، الدينم جاكيت ده برضو من القطع اللي انا بعشقها وبحبها. انا تقريبا عندي 4 أو 5 قطع، اللي فيه منهم اللي فيه اللي بيبقى ملون وفي اللي هو بيبقى فيه مطرز. نعم. ومريحه جدا. مريح جدا، وخصوصا بقى في الجو اللي احنا فيه زي دلوقتي، اللي هو الجو اللي هو ولا شتاء ولا صيف، تلبسيه وتخرجي بيه الصبح على فستان. نعم. كده قصير يبقى شكلك حلو قوي. ونشوف البلاك بانتس او البنطلون الاسود. البنطلون الاسود برضو من القطع اللي انا شايفاها اساسي جدا، يعني انا كنت من عشاق ومدمنين البنطلونات السوداء. برضو تنفع تلبسيها للمراه العامله او تنفع اللي هو لو محتاره تخرج اي خروجه بالليل على طول. نعم. البنطلون عليه اي توب مناسب. بالظبط. شوف القطعه. نعم. الجاكيت الجلد الليذر جاكيت، ممكن في ناس طبعا بتقلق من الليذر جاكيت، ممكن في الفول ليذر برضو اللي هو جلد مش طبيعي بس جلد برضو او الجلد الصناعي. ده حلو قوي للخروج بالليل. برضو على بنطلونات السوداء، على بنطلون جين سكيني، تحتيه توب ابيض مع مثلا اكسسوري ستيتمنت، هيدي شكل ما تروح حلو. ما تصير مفتر، ما بتروحش وفيري. نعم. ترندي قوي. البنطلونات الجينز هو الاساسي سكيني، بس في اقسام ما بتمشيش معاها السكيني جينز قوي، يعني مش لازم اللي هو السوبر سكيني. نعم. بس هو برضو من القطع الاساسيه اللي ينفع انك انت تخرجي بيها الصبح لبالليل، تحوليها من الصبح لبالليل مجرد مثلا تغيري حاجه مثلا او تغيري الشوز بتاعتها. انا بشوفها ان هي قطعه اساسيه جدا الجينز. البلاوز اللي هي السترايبت او المقلمه، في ناس بتقلق من السترايب خصوصا مثلا اللي هم ممكن تعرض. بالظبط. فحسب يعني حسب يعني لو هي لو هي قلقانه من الحاجات اللي هي مثلا السترايب العريضه ممكن تلبس اللي هي الصغيره ديت او الضيقه، فهي بترفع اكتر. او الفلورال او اللي الفلورال بيدي الوان اكتر في الدولاب. صحيح. يعني يديكي لون ويديكي بهجه ويديكي بقى حاجه كده غريب، بعيد بقى عن النيوترال اللي احنا كنا والبيسكس اللي احنا كنا. وبرده ينفع برضه تلبسيها فروم داي تو نايت، تحوليها مجرد انك انت بتلعبي في الاكسسوارز او حتى تسريحة شعرك. نعم. اعتقد هذا شيء ينطبق على كل الاشياء الاساسيه او بالزبط. الاساسيه الليتل بلاك دريس، يعني ده كان اول اختراع، كان او اللي اخترعته كوكو شانيل من العشرينات، وكانت. نعم. عايزه حاجه الست ممكن تلبسها الصبح
دي ممكن يتلبس الصبح على بليزر فلات بقيتي تروحي بيها الشغل، تقلعي البليزر تلبسي هاي هيلز مع كلاتش بقى تنفع ان هي. فبرضه من الحاجات الاساسيه لازم فستان اسود يبقى عندك في الدولاب. والوايت سنيكرز طبعا ما فيش حد ما يقدرش ان هو ما يبقاش عنده سنيكرز. في ناس بتخاف طبعا من ان هو لونه ابيض، بس سهل تنظيفه. ودلوقتي كل البراندز الموجوده كونفيرس وفانس واديداس كلهم لازم يبقى في وايت سنيكرز عندك علشان لخروجاتك ومشاويرك. والكعب العالي اكيد. الكعب العالي اللي هو البلاك بام دوت، في طبعا اللوبوتان المشهور قوي اللي هو، بس في ناس ممكن هو في بقى غيره او اللي هو المقابل ليه الاسعار مثلا رخيصه شويه، بس برضو من الحاجات المهمه جدا لازم يبقى عندك اللي هو الشوز السوداء الكعب عالي. نعم. والكلاسيك شانيل باج، مش بقول الناس لازم يبقى عندها كلاسيك شانيل باج، في في اللي هي الشنط اللي زيها برضو، في براند زي مايكل كورس وكيت سبيد، بس لازم يبقى عندك شنطه سوداء كلاسيك تنفع مع كل خروجاتك. فانا دول ال 12 بيسز الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده في دولاب اي سيده. ومثل ما قلنا ان كل هاي القطع يعني مناسبين لان تتحول، تستطيع ان تتحول من مناسبه اجتماعيه لمناسبه الى احتفال الى عمل وما الى اخره. القطع الاساسيه الموجوده في اي دولاب اي سيده، لو هي محتاره طيب انا خلاص انا عندي ده، انا ممكن اغيره باي اكسسوارز والبسه على طول. اذا ممكن تخبرينا عن اللبسه هذه الجميله اليوم؟ انا بحب الالوان جدا يعني طبعا انت عارفه. فا دوت انا لابساه، ده كان الكولابوريشن مع تومي وزندايا. فانا بحب جدا الالوان، وطبعا لابسه بقى اخترت اللون الازرق هو اللي انا العب بيه بالاكسسوارز مع الحلق ومع اللي نكسر فيه كل هذه الالوان. اخترتي اللون الازرق بالزبط. وممكن حتى نختار الوان ثانيه من الاوتفيت، ممكن تختاري اي لون من الالوان اللي موجوده هنا. هو يعني هو في كل الالوان اصلا. يعني وايد حبيت هنا، هو شبابي ولكن أنيق يعني حسب الواحد كيف مثلا. وده ينفع تخرجي بيه من الصبح بالليل على حسب الاكسسوارز بتاعتك. صحيح. شكرا شكرا جزيلا يا سيد دوم، انت تشرفينا في الاستوديو. متشكره جدا بذوقك العالي، وان شاء الله بنشوفك في فقرات ثانيه. ولكن للاسف وصلنا لنهايه برنامج استوديو الظفره بفتره الصباحيه، على امل ان نلتقيكم في الفتره المسائيه لهذا اليوم، وانتظرونا في يوم جديد وحلقه جديده من استوديو الظفره. الى ذلك الحين هذه تحيه مني ومن فريق العمل ومن ياسمين، وفي امان الله.